بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. دائما بعد العبادة نستغفر، بعد الانتهاء منها نسأل الله القبول. انتهى موسم الطاعة، من أحسن يكافأ ومن أساء نسأل الله الإصلاح والعفو. من كان قد أصاب في عمل نسأل الله القبول، ومن كان قد أخطأ فالله يسامح ويعفو. طب ماذا يصنع العبد بعدما ينتهي الشهر؟ يحمد الله أن وفقه للصيام، ويحمد الله أن وفقه للقيام، يحمد الله أن كان من أهل العبادة، يحمد الله على نعمة العافية بأنه لم يحرم من أدائها ومن الصيام ومن القيام. بعد العبادة دائما نستغفر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بعد الصلاة يستغفر، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لماذا يستغفر؟ الاستغفار يجبر الكسر. إذا ما استغفر الإنسان يجبر كسر العبادة، يجبر الناقص فيها. أكيد فعلنا أشياء في رمضان تنقص من الأجر، ارتكبنا بعض المحظورات ربما تنقص من الأجر، فإذا ما استغفرنا وأكثرنا الاستغفار جبر الله تبارك وتعالى باستغفارنا هذه العبادة أو النقص الذي وقع منا في هذه العبادة. نحن في يوم العيد نصل الأرحام ونتذكر رحمة الله بنا، في يوم العيد نترك الخصام ونترك كل ما يباعد القلوب بعضها عن بعض، ونقبل على الله تبارك وتعالى بقلوب صافية، ننشر المحبة فيما بيننا، يسلم بعضنا على بعض، يصافح كل منا أخاه، نترك الاختلاف ونترك الخصام، وتتقارب القلوب وتتقارب الأبدان. هكذا كان المجتمع الجميل، المجتمع المسلم الأول، مجتمع الصالحين، ينسون كل ما يباعد القلوب في أيام الأعياد، ينسون كل ما يجعل بينهم فرقة في أيام الأعياد، حتى يصلح الله القلوب بعد ذلك. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم.